واصل بقية أخبار النشرة من مكناس وأشغال الندوة الوطنية حول موضوع تعميم التأمين الإجباري عن المرض في ضوء الاتفاقيات الإطار. الندوة شارك في أشغالها خبراء ومختصين وأساتذة باحثين مغاربة وأجانب. أسلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. تعميم التأمين الإجباري عن المرض في ضوء الاتفاقيات الإطارية نحو دمقراطة للحماية الاجتماعية بالمغرب موضوع بالغ الأهمية ويكتسي رهينية كبيرة في ارتباطه بالمشهد الاجتماعي والتنموي ببلادنا. والندوة هذه جاءت لتسليط الضوء على هذا الورش الوطني الكبير ومناقشته من جوانب متعددة لشرح مضامينه العميقة. جديد اليوم واللي كيعطي أبعاد أكبر لهذا المشروع هو أن جميع المغاربة معنيون بالانخراط إن شاء الله وتوفير حماية اجتماعية لهم بدءا من تأمين الإجبار الأساسي عن المرض وصولا إلى التعويضات العائلية اللي غتكون إن شاء الله في سنتي 23-24. بعد ذلك في السنة الأخيرة من هذا الجدول الزمنية سنكون في موعد مع تغطية تعميم التعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد بالنسبة لجميع المغاربة المشتغلين. تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس صلى الله الذي أطلق هذه الاستراتيجية الهامة من خلال خطابه السامي بتاريخ 23 يوليو 2020، واللي أكد فيه صاحب الجلالة أنه حان الوقت لكي نطلق هذه العملية الهامة ولتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. نقاش أكاديمي جامعي بحضور بارز لمختصين وفاعلين في مجالات عديدة يعمق الرؤى حول المضامين والأهداف والآثار الاجتماعية الكبيرة والواسعة للتأمين الإجباري عن المرض وللحماية الاجتماعية ككل. كل مواطن مغربي يمكنه أن يفتخر بهذا المشروع المهيكل، هذا المشروع الثوري اللي غادي يخلي أن المغاربة كلهم غادي يضمنوا أحد حقوق الإنسان الأساسية اللي هو الحق في الصحة، وكما تعلمون بأن الحق في الصحة يؤدي إلى التنمية، وكما تعلمون بأن التنمية تؤدي إلى النمو والازدهار والإقلاع الاقتصادي. نتمنى التوفيق إن شاء الله لبلادنا. 6 محاور تناولها جامعيون ومختصون، قدمت مقاربات متعددة للموضوع وطرحت كذلك آليات التطبيق وأبرزت مجمل التدابير والإجراءات المسطرة لإنجاح الورش الملكي الكبير. ورش تنموي اجتماعي اقتصادي سينهض بالرأسمال البشري.